لا، هم 15 16 لعيب تلعب بيهم، ما تلعبش زياده، لازم يكون في شكل للمنتخب وفي كيان للمنتخب. ايهما هرجع بس للشريف وارجع لك تمام. تاني، ايهما افضل؟ انك بتوسع القاعده، انك بتطمن، انك تصعد مبكرا وبتدي فرص كتير جدا للاعبين، ولما تجيلك بقى تصفيات كاس العالم اللي ان شاء الله نصعد منها، ثم تيجي نهايه افريقيا ونهايه كاس العالم، تكون عندك القماشه الواسعه اللي تقدر تشتغل من خلالها. من وجهة نظر كابتن، ان المبالغه في الشيء بيبقى ضده. نعم كابتن حسام حسن، انا اكن له كل احترام وتقدير، نعم وانا داعم اول يعني، جميل. وعملت له حلقه قبل كده وكلام، لكن ما زال عندك مشكله في القوام الاساسي بتاعك. يعني احنا لو جيت قارنت او مشيت بالارقام، فهتلاقي الارقام كويسه جدا على فكره، كويس. انت ماشي بشكل كويس جدا ولا اخره، ولكن في المقابل انا بشوف انه شويه احنا محتاجين شويه ثبات اكتر في التشكيل. ما عنديش مانع ان احنا نجرب، بس حلو. ما يبقاش بشكل مبالغ فيه. ليه؟ علشان لازم يكون عندك قوام. يعني المغرب مثلا، وليد الرجراجي هو في يعني لو انت جيتك كلمتك قلت لك ايه هو القوام الاساسي بتاع منتخب المغرب، هو موجود طبعا، بيغير بينزل بس في قوام موجود. انت ما زال لحد دلوقتي كابتن حسام حسن بشوف ان هو في تغير حتى في طريقه اللعب، نعم ممكن تختلف من مكان لمكان او من مباراه لمباراه. بشوف ان هو لازم يحدد الاول وبعد كده نغير، بس انا عندي الطريق بتاعي اللي انا ماشي عليه، حلو الخطه اللي انا حلو. بلعب بيها، وبعد كده ابتدي ان انا اغير. دي وجهه نظر يعني، جميل. لكن هو انا بتكلم لكن عن وجهة نظرك بمنتهى. اه انا اقصد انا ما لا انا فيش لا طبعا عشان في بعض الناس بيعتقد انه انت لما تتكلم عن حد بشكل معين، ليه خصوصا لو كان بتتكلم مصري، لا فانت بت انت بتتكلم بمنتهى انت زعلان الاحترام منه وبتقول وجهة خالص. نظر. ليه دي ليه وجهه نظر. انت عامل له حلقة زي الفل اه كمان طبعا، يعني. ما هو ده اللي نعم اقصده. لكن هو كابتن حسام حسن، انا شايف انه نصيحه يعني صغيره جدا جدا، انه لابد ان هو يكون في اكثر التزام تكتيكي في الخطه، ونبتدي حلو ان احنا نشوف قوام ثابت، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. جميل انجوي. حلو، النقطة حلوة. خليني لو سألتك، هل الغيابات دي هو حسام ليه دخل فيها؟ ما انت مثلا بتتكلم في رامي ربيعة مصاب، في محمد صلاح معتذر، في عمر مرموش كان معتذر، في تريزيجيه كان موقوف، في محمد مروان عبد عطية المنعم مصاب. كان موقوف، كان محمد فتحي حمدي فتحي كان موقوف، في محمد عبد المنعم صحيح. كان مصاب، يعني في عدد كبير ما كانش موجود لأسباب خارجة عن الإرادة. بالظبط. ولو سألتك يا بلال، طب هل احنا عندنا بعد كل التجارب دي، هل عندنا قوام أساسي للمنتخب؟ لأنه شريف النقطة مهمة، أنا لازم يكون عندي قوام أساسي بعد كل التجارب دي. هل أنا عملت مخزون جيد للقوام الأساسي؟ ولو قلت لك قول تشكيلتنا الأساسية، أسئلة كتيرة مع بعض، معلش. تمام. لا لا يلا تمام يا كابتن. والسؤال المطروح ليكم لا انتوا الاثنين. الفكره واحده يعني، نعم فكره حضرتك واحده في السؤال. لا نعم انا بختلف مع الشريف في الحته دي. انا شايف ان احنا عندنا قوام اساسي، وان نعم كابتن حسام ما بيلجاش للعناصر البديله غير في حاله يعني الغيابات. الشناوي كان موقوف. اه بالظبط. يعني نعم الشناوي كان موقوف، نعم محمد عبد المنعم لما اتصاب شارك خالد صبحي، نعم محمد اتصاب صلاح خالد صبحي. بالظبط لما نعم اتصاب خالد صبحي قدر يجيب بديل. هو بالمناسبه كابتن حسام دايما عنده قناعه بفكره المدافع اللي بيلعب برجليه الشمال، مظبوط. فراح لمصطفى العش بالمناسبه، نعم ولكن كان في مشكله في الاوراق مصطفى العش، فكان البديل الثالث موجود اللي هو محمد ربيعه اللي ظهر بمستوى كبير جدا. نعم فواضح ان كابتن حسام شغال متابع كويس قوي، عنده بلان اي وبي وسي كمان، لدرجه ان هو جاب لاعب سي اللي هو محمد ربيعه ده سي في الترتيب بعد نعم خالد صبحي وبعد مصطفى العش باختيارات كابتن حسام، نعم ونجح محمد ربيعه.